بسم الله الرحمن الرحيم، جاء رمضان. جاء رمضان وزادنا فرحا، يبدأ هذا الشهر برؤية الهلال أمدا. جاء شهر البركات وزادنا بهجا. جاء رمضان ونحن مستعدين للصيام، ندعو الله في هذا الشهر بواسع الدعوات. نسأل الله مغفرة من أخطاء والزلات. جاء رمضان ونحن نحب الصلوات، التراويح والقيام، نتقرب بها إلى ربنا في البيت أو المصلات. جاء رمضان وهو شهر القرآن، فيه ليلة القدر ينزل فيها الأقدار، نقرأ فيه ما تيسر من القرآن. جاء رمضان ونحن نسعى في الصدقات، نتصدق بما عندنا من الملابس أو ألعاب. جاء رمضان وهو موسم الطاعات، نسعى فيه في الأعمال المقربات، نرجع إلى الله ونتقرب إليه بالطاعات. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين.